السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غنتكلموا على الكاميرات اللي في حدود 1000 درهم. بزاف ديال الناس كيتواصلوا معايا كيبغيو كاميرات اللي رخيص رخاص، كيبغيو يتعلموا فيهم، هما كتلقاهم يلا داخل للتصوير ولا عندهم واحد الاستعمال عائلي بسيط، بغاو كاميرا اللي هي رخيصه في الثمن ما غاليهش بزاف مثلا هي للتصوير، وكاين كاميرات اللي رخاص قريب للثمن وفيهم صاله فيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله جمعت لكم واحد لا ليست ديال لي كاميرا لي بثمن في حدود 1000 درهم اللي تقدر تصور بهم، وكاين موديلات فيهم اللي تقدر تخدم بهم فيديو. نبداو ان شاء الله باول كاميرا وهي كانون 1000 دي. كانون 1000 دي الثمن ديالها هنا عندنا في المغرب الثمن ديال 1000 دي 1000 بين 1000 وتقدر تاخذها ب 1200 درهم، تاخذها ب 1200 درهم 1300. 1000 دي ما كتوفرش على لا فيديو غير لا فوتو، كاميرا مزيانه الناس اللي يلاه بادين. بالنسبه للتصوير شخصي لا فيديو ما كتخدمش ليكم، ما فيهاش اوبسيون ديال الفيديو. وبالنسبه للكاميرا الثانيه هي كانون 40 دي، كانون 40 دي كذلك تقدر تاخذها ب 1300 حتى 1500. كاميرا ما فيهاش لا فيديو، فيها غير لا فوتو، مي لا كاليتي ديال لا فوتو فيها زوينه، تقدر تخدم بها تبدا بها وتعطيك كاليتي اللي هي مزيانه. ولزتي المونتاج راه تقدر توصل كاليتي ديال الكاميرات غالي الا كنتي بروفيسيونيل وكتعرف كيفاش تخدم بالاضاءه. الكاميرا الثالثه هي كانون 50 دي، 50 دي 50 دي فيها ثمن مزيان، تقدر تاخذها بين 1800 1800 درهم 1700. كاميرا مزيانه، لا كاليتي ديالها واعره بزاف بالنسبه للثمن ديالها. كاميرا فيهاش لا فيديو لا فوتو، كان لا فوتو فيها 16 ميجا بيكسل، ما فيهاش لا فيديو، خدامه الناس اللي كيديروا غير التصوير حيت هي ما فيهاش لوبسيون ديال الفيديو. الثمن ديالها مزيان. الكاميرا الرابعه اللي غنتكلموا عليها هي كانون 400 دي. 400 دي تقدر تاخذها ب 1000 درهم، تقدر تصور بها، تعلم كيفاش تصور بها، ومن بعد طلع لشي كام اخرى. لا كاليتي ديالها حتى هي مزيانه بالنسبه لا فوتو، بالنسبه للناس اللي عندهم البي جي ناقص. الكاميرا الخامسه هي نيكون دي 3000. نيكون دي 3000 لا فوتو كاليتي ديالها مزيانه مقارنه مع الثمن ديالها، والثمن ديالها 1300 درهم 1400، كتعطي واحد الكاليتي مزيانه في لا فوتو. كتصور هي فيها 10 ميجا بيكسل، لا كاليتي ديالها مزيانه لا فوتو، لا فيديو ما فيهاش. الناس يركزوا معايا على هادشي اللي كنقول لكم، حيت اللي بغى الكاميرا الفيديو ان شاء الله بثمن رخيص غنعطيهم لكم في الاخر ديال لا فيديو. عندي في لا ليست جاو من الاخرين. بالنسبه لنيكون دي 60، نيكون دي 60 تقدر تاخذها ب 1400 1500، حتى هي كاليتي فيها مزيانه. الناس اللي يلاه بادين، الناس اللي كيسافروا مع العائله بغاو يتصوروا، بغاو انتم يشدوا كاميرا ما عندهمش حد يبدل لها وهو طالع، مزيانه لكم. الكاميرا الثالثه دابا ندوزو لكاميرا اللي كوفروا لا فيديو ولا فوتو. الكاميرا اللي عندنا الاولى هي نيكس سوني نيكس 3 ولا نيكس 3 ان، زايده شويه في الثمن ما عطيتش لكم في لا ليست، كدير شي 2000 درهم تقريبا. نيكس 3 تقدر تاخذها ب 1500، فيها لا فيديو وفيها لا فوتو، حاجه وحده لي زوبجيكتيف ديالها قلال، باش انك تاخذ كاميرا رخيصه وتقلب على لوبجي تلقاه غلا من الكاميرا غالي، موفيز افير. كاميرا هذه كتصور فيديو فيها تقريبا شي 14 ميجا بيكسل، كتصور فيديو فول اتش دي، الثمن ديالها 1500. الكاميرا اللي غنجيو ليها التاليه هي سوني نيكس 3 نيكس 5. سوني نيكس 5 كتصور لا فيديو وكتصور لا فوتو، كاميرا زوينه في لاكاليتي ديالها، دايره 1500 درهم. غير لي زوبجيكتيف سوني، فما كنقول لكم لي زوبجيكتيف سوني عرفوا البخي راه طالع شويه. الكاميرا الاخرى عندنا نيكون دي 5000. نيكون دي 5000 الثمن ديالها زايد شويه على هاد لي موديل اللي عطينا، تقريبا بين 1800 درهم 1600. كتصور فيديو لا فوتو، وفيها واحد لافونتاج زوين، ليكرون ديالها كتقلب لتحت عكس الكاميرات اللي تكلمنا عليهم سوني حاليا، ليكرون ديالهم كتقلب ما كتقلبش فيكس، هادي فيها واحد لافونتاج زوين، والثمن ديالها 1000 بين 1800 1700. كاليتي ديالها مزيانه. هادو هما الكاميرات اللي يقدر ياخذ واحد في البي جي ديال 1000 درهم حتى 1700 وغيعطيو كاليتي مزيانه. بالنسبه للناس اللي كتلقى عندهم واحد البيت جي هابط، هما باغيين ياخذوا كاميرا ما عندهمش بيت جي 5000 ما عندهمش بيت جي 6000، يقدروا يخدموا بهادو، ومن بعد ان شاء الله باش يدوا تكنيك وبزاف ديال الحوايج يدوزوا الكاميرا بروفيسيونيل، راه غيعطيو واحد الكاليتي اللي مزيانه عكس الناس اللي كيبداو بكاميرات واعرين وكتلقاهم باش كيتحولوا ما كيلاحظوش الفرق، عكس الناس اللي تعلموا فهادو وخدموا به بغا تلقاهم غيعطيو في كاميرا اللي هي احسن احسن من الناس اللي شدوا ديريكت كاميرا زوينه. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ان شاء الله. خليوني اقتراحات ديالكم شنو تبغيو تشوفوا في الفيديوهات الجايين. السلام عليكم.